يعطيكم العافية وأهلا فيكم في برنامج ريست. عندي نصيحة صغيرة ودي أقولها لكم، وهالشيء هذا تذكره قبل كل مرة قبل أدش النادي. أنا دائما أقول لهم إذا عندك كلمة زينة قولها، إذا ما عندك كلمة زينة لا تقولها بالنادي. ليش؟ ممكن كلمتك هذه تأثر على اللي موجود معاك، على أدائه وعلى نشاطه وعلى نفسيته وعلى معنوياته. عادة نلاقي حد يدش النادي أول ما يدش يبلش يتحلطم، يبلش يقول كلام سلبي، وإنه ما أخذ، وإنه تعبان، وإنه التمرين صعب، وإنه فيه وفيه وفيه وفيه. وكل اللي جايين كلهم ترى تقريبا نفس الحالة، كل من جاي تعبان، كل من جاي بعد دوامه، كل من جاي يمكن مو نايم عدل، بس يحتاج التشجيع من أي أحد حوالينا علشان يستمر في التمرين. فما بالك إذا هو أردي متشجع وأنت متشجع واثنيناتكم قاعد تقولون حق بعض كلام يخليكم ما تشجعون زيادة، فأنتوا سويتوا هدمتوا نفسكم، قتلتوا الطاقة اللي فيكم اللي قبل التمرين موجودة. أما إذا أنت دشيت لو كلمة زينة عندك قلتها، لو تشجيع بسيط قلتها، لو مدحة مدحتها حق أي أحد حوالينك، حق أي أحد إن والله أنت متغير، لا اليوم أدائك أفضل، لا اليوم نفسيتك أحسن، راح تلاحظ أدائك يصير أفضل وأداء اللي معك أفضل. ترى النفسية وايد تفرق مع كل مشترك داخل النادي، مع كل شخص إيه النادي. كلنا قاعدين تعب وهم راح نتمرن ونتعب، لكن ندري إن هذا التعب وهذا الألم وراء شيء حلو، وراء نتيجة حلوة. فأنت بتتحمل التعب هذا، أنت بتتحمل الألم هذا علشان توصل حق النتيجة اللي أنت في بالك. فخاف الله باللي موجودين بالنادي، لا دشيت النادي قول كلمة حلوة، قول كلمة تشجيعية، شجع اليمك مهما تكون تعبان. ترى أصعب مع الواحد لما يدش النادي أو لما يدش التمرين الاستعداد النفسي، صدقني أصعب من الاستعداد الجسدي. مهما تكون نايم مرتاح نفسيا داخل، إذا حسيت أنك ما عندك الطاقة أنك تتمرن راح تتحرك، بس مع مرات نفسيتك تطغي على التعب جسدك، فراح تلاقي نفسك تعطي من نفسك وتتحمل وتتمرن، لأن نفسيتك معنوياتك مرتفعة أكثر من أي وقت ثاني. فانطق جميلا أو تجمل بالسكوت وقت التمرين أو قبل التمرين، حتى أثناء التمرين إذا تعبت من حركة أو حركة صعبة عادي تقدر تقول بكل بساطة إنها صعبة ما قدرت أسويها، أبي أوبشن ثاني أسويها. حتى أثناء التمرين إذا الحركة صعبة لا تتحلطم وايد، تقدر تقولها صعبة أبي أوبشن ثاني أسهل إني أنا أقدر أسويها، وسوي الحركة. لأن إذا أنت حس قعدت تقولها صعبة وإنك ما تقدر وإنه 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 وإنه، ترى اليمك راح يتحبط ويحس نفسه إنه همه ما يقدر. بس إذا تحملت وشجعت نفسك وشجعت لنفسك حتى لو إنها صعبة اثنيناتكم راح تقدرون تسوونها. فحاول تشجع اللي معاك عشان أنت تتشجع، مهما تكون محبط مهما تكون تعبان حاول تساعد اللي معاك، راح تساعد فيها نفسك واليمك راح يساعدك بعد. بالذات في تمارين الكارديو، فاليوم أنا بعطيكم تمارين كارديو. في تمارين الكارديو عادة لأن نعتمد على دقات القلب على اللياقة البدنية، فتلاقي نفسك تتعب بسرعة. فاليمك إذا ما أعطاك كلمة تحفيزية أو إذا أنت ما حفزت نفسك راح تتعبوا مع بعض وما راح تكملون التمرين. أول تمرين راح أشرح التمارين كلها أنا، تقريبا 4 حركات، كل حركة حق البيجنرز راح نسويها 30 ثانية، نعيدها 4 rounds، نريح بين حركة وحركة 15 ثانية. أما حق الأدفانس راح نسويها 4 rounds، الحركة نفسها تكون فيها 60 ثانية أكتف أو 50 ثانية أكتف، راح تريح من 15 ثانية إلى 20 ثانية. ما نبي الهارت ريت يطيح خلال تمرين الكاردو، على الأقل نبي نحافظ عليه شوي يكون فوق، لأنه أردي في حركات راح ترفع الهارت ريت وايد، وفي حركات أردي راح تنزل معك الهارت ريت. فأول حركة بيكم تسوونها هي سكوات تاتش، ما راح تحتاجها معاكم أوزان طبعا، كارديو ما تقدر تسوي أي مكان في البيت في النادي ما يحتاج معاك يكون أي أوزان. فراح تسوي سكوات تاتش، أوكي، يعني تنزل سكوات بعدين رجلك اليمين طق فيها يدك اليسار والعكس، يمين مع يسار، يسار مع يمين. طبعا راح تسويها بحركة سريعة فراح تحس دقات قلبك ارتفعت. مهما تكون سريع في الحركة تذكر انك تسوي
التكنيك صح، لا يضيع منك التكنيك. هذه أول حركة. الحركة الثانية راح تنزل، راح تسوي بوش أب. لما تصعد إيدك اليمين يجيبها ورا إيدك اليسار واسحبها، بعدين العكس بوش أب، إيدك اليسار تحت اليمين واسحبها. الحركة اللي بعدها راح نسوي نشغل منطقة الكور. ترى تمرين الكارديو اليوم سهل لأنه أوريدي مو كل الحركات ترفع الهارت ريت وايد، فراح تنام على ظهرك، ريلك الثنتين 90-90، إيدك ثنتين فوق بريلك قدام. شوي راح نركز فيها وايد لأن شوي تحتاج منكم تكنيك. إيدي اليمين ترجع ورا، ريلي اليسار تروح قدام، بعدين يرجعون مع بعض، بعدين العكس يسار مع يمين تروح سيدة. أهم شيء إنك تركز في تكنيك، متى تمد إيدك اليمين، متى ترد اليسار، متى تسوي السويتش بينهم. التمرين اللي بعده خليك نفس الوضعية، أوكي؟ ارفع جسم إيدك خلها ورا ظهرك، ارفع جسمك فوق، أوكي؟ إيدك اليمين طق فيها ريلك اليسار، واحد والعكس 2. آخر تمرين راح نسوي سبايدر إلبو. تنزل على كواعك بلانك، تجيب ركبك لي برا، تحاول توصلها لكوعك. سويت مرة يمين مرة يسار. حاول ان ورا تمارين الكارديو اول ما تخلص التمرين ريح، سوي كول داون، خل دقات قلبك تطيح، لا تطلع على طول او لا تنسدح وتنام على طول بين تمرين وتمرين.
لا تنسدح الأرض، حاول إنك تتحرك، تنظم نفسك، تأخذ هواء، تطلع هواء، لا تطيح دقات قلبك فجأة، حاول شوي شوي إنك تنزلها أثناء تمرين الكارديو. يعطيكم العافية ونشوفكم على خير إن شاء الله.